إنشاء مخد مائي اللي غادي نشوفوه دابا 285 لتر في الثانية في واحد تزيبوات يكون كنوض الديبيميتر باش يتعبر الديبيميتر يدوز له دونك سيد وزير عطي العمر ديالكم باش يطلق غادي ننزلو تما ولا غير عطي الله غير عطي العمر باش شحال من كتار عندك؟ عندي 3 كتار. دونك هاد المية غير واحد الطرف ما تكملكش. ايه ولكن هذا غير صنف واحد غادي يزيدوا لك صنف اخر. مازال في الكوز ان شاء الله المرة الجاية. الكوز باش تخلطوا باش ما ديروش غير. هي تماما هاد الجهة ديال الجهة الأخرى الكوز ان شاء الله. ايه والله يسخر. يكون بخير بارك الله. الله يسخر. الميدانية هذه المنطقة ديال بودنيب شملت أولا
يعني المشروع ديال التهيئه الهيدروفلاحيه للسافله ديال السد ديال القدوسه لاجل تحديث ديال الشبكه ديال الري اللي كتمشي للواحه اولا الاقتصاد في ماء الري وثانيا لايصال الماء الى المنطقه ديال توسيع ديال الاغراس ديال التمر في بودنيب. وهذا المشروع المهيكل اللي في المجموع ديالو يعني وصل تقريبا مليار ديال الدرهم بالنسبه للميزانيه غادي يعني يستافد منه تقريبا 5000 هكتار ديال الاراضي ديال النخيل فيها 2000 في الواحات و3000 في المجال ديال التوسيع ديال الاغراس. وكذلك كانت هناك يعني واحد زياره للمنطقه ديال توزيع الشتائل وغرس يعني التمور لذوي الحقوق لأجل إدماج الشباب من ذوي الحقوق في هذا المشروع المهيكل ديال النخيل واللي وصلنا تقريبا 375 هكتار من الأراضي السلالية اللي توزعت على ذوي الحقوق من 2 حتى 5 هكتارات واللي الدولة كتمول يعني الغرس ديال النخيل. وكذلك غادي يكون التنظيم ديالهم في إطار تعاونيات من أجل يعني تسهيل العملية ديال التثمين وكذلك الولوج للأسواق. إذن اليوم السيد الوزير صرف على واحد الأعداد ديال الأنشطة. أولا كان واحد التقييم ديال برنامج مخطط المغرب الأخضر اللي دوزنا جميع الإنجازات اللي داروا فيه واللي كانت جيدة جدا. كان واحد الهدف ديال غرس 3 مليون نخيل في هذه المنطقة. الحمد لله تم يعني غرس أكثر من 3 مليون ديال النخيل. وكذلك يعني واحد الأعداد ديال الوحدات ديال التثمين اللي كاينه في جميع المناطق. هناك نشاط خاص ديال الضيعة الفلاحية اللي كان خارج الواحات واليوم كنزور واحد يعني هذه المحطة الكبيرة أكبر محطة ديال التلفيف ديال المجهول. ووضعنا كذلك الأسس ديال البرنامج المستقبلي في إطار الجيل الأخضر اللي صاحب الجلالة أعطى يعني الانطلاقة ديالو في الشوكاية بها واللي فيما يخص السلسلة ديال النخيل غادي يكون فيه الغرس ديال 5 مليون ديال الأشجار المثمرة. 3 مليون غادي يكونوا في الواحات و2 مليون في الضيعات العصرية. إذن هذا الشيء كامل كي ينمي هذه المنطقة لأن النخيل هو العمود الفقري ديال التنمية ديال الواحات. وإن شاء الله مع يعني التجهيزات اللي كاينه شفتوا اليوم البراج ديال القدوسة ويعني القنوات اللي جايين باش يتم التأهيل ديال الواحات فيما يخص الساق التقليدية وكذلك 5000 هكتار ديال يعني هذه الضيعات العصرية. شكرا.